السلام عليكم ورحمة الله، من برنامج اللياقة البدنية والتخسيس اليوم 20. اليوم إن شاء الله رح نركز على تمرين الستيب بشكل أوسع شوية أو بدرجة أصعب شوية من الحلقات اللي فاتت. أول تمرين معانا هنزل وأطلع على الستيب لمدة 30 عدة، 3 مجموعات برضو بين التباطؤ والسرعة زي ما اتفقنا. بعد كده اعمل استرتش خفيف من كل مجموعه ومجموعه زي ما انتم شايفين، اسكر رجلي الاثنين وانزل اثبت تحت وبعد كده فوق، وانزل تحت واطلع فوق برضو لمده 10 عدات مع فتح الرجلين اوسع من الاكتاف تحت وفوق. وبعد كده هنزل اروح مره اعمل تويست مره بايدي اليمين مره بايدي اليسار لمده هعمل 12 عدة 4 مجموعات. ومعانا التمرين الجامب رجل فوق رجل تحت مع الجامب، هعمل 15 عدة 4 مجموعات. ولو تعبت او حسيت ان انا رجلي فيها شد شوية ممكن اعمل 10 بس، 10 في 4 بين كل مجموعة مجموعة. اعمل استرتش خفيف زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده التمرين التالي رجل فوق والتانية تحت على جنب الصندوق، برضو هعمل 4 مجموعات العدة 12 عدة، برضو هعمل استرتش خفيف. بعدين هعمل جامب برجلي الاتنين على الصندوق بنفس الشكل ده، هعمل 10 عدات 4 مجموعات. بعد كده هعمل فول بلانك، هثبت 10 وانزل 5 عدات 4 مجموعات، اثبت 10 انزل 5 عدات بشب بصدري، هكرر 4 مجموعات، اثبت 10 انزل 5. بعد كده هعمل التمرين ده البيربس على الصندوق اللي هو بشب مع جامب على الصندوق، اعمل 5 عدات 4 مجموعات. طبعا العدة ضغط مع الجامب، دي عدة واحدة 4 مجموعات في 5 عدات، اخد نفس كويس بين كل مجموعة ومجموعة. بعد كده عندنا تمرين بطن سفلية وانا جالس على الصندوق، اعمل اول استرتش زي ما انتم شايفين كده. بعد كده همسك رجلي اليمنى وافردها 10 عدات واليسرى 10 عدات، 10 ثواني زي ما اتفقنا العدة ثانية. بعد كده ايديا الاثنين على الارض من الوضع السهل بتاعها تمام، وبالتبادل هعمل 20 عدة 20 عدة 4 مجموعات، اللي ما يقدرش برضو ممكن 10، يعني من 10 15. ومعانا التمرين التالي اللي بعديها الرجل الاثنين مع بعض، هعمل 12 عدة 4 مجموعات تحت وفوق، دي بتشغل العلوية والسفلية مع بعض. هكرر تاني زي ما اتفقنا التبادل 20 عدة، وبعديها رجلي الاثنين مع صدري تحت فوق 10 عدات ورجلي مفرودة، بكرر ربع مفرودة جسم مفرود وإيدي الاثنين على الأرض. الوضع السهل، في وضع أصعب من كده ناخده المرة الجاية إن شاء الله. كده انتهينا من برنامج اليوم 20، ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلك بقى الحلقات وتعليقاتك ومقترحاتك لتطوير المحتوى اللي بنقدمه.